السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. إذن أصدقائي، كما شاهدتم في الفيديو السابق على قناتنا، كنا قد قمنا بزيارة شلال تزولت، حيث صادفنا الكثير من الحيوانات الجميلة والمناظر الرائعة، وكنت قد وعدتكم أن أكمل الرحلة على طول مجرى وادي شلال نحو منطقة عافية، حيث تنتظرنا الكثير من الاكتشافات والمفاجآت الجديدة. إذن أصدقائي، انطلقنا كالعادة من مدينة تزولت ولاية باتنا. نحن هنا في منتصف الصيف تقريبا، الشمس ساطعة ودرجات الحرارة مرتفعة جدا، وهذه المرة قررنا أن نسلك طريقا جديدة كليا. اتخذنا الطريق الترابية وانطلقنا قاطعين غابة الصنوبر القديمة، ونحن نتجه صعودا نحو الجبال. وبينما نحن نسير وعلى بعد عدة كيلومترات قليلة، فجأة وعلى قارعة الطريق يصادفنا حجر كبير الحجم وغريب الشكل. من الواضح أنه حجر أثري قديم يعود للعصور والحضارات السابقة التي عاشت في هذا المكان. وبعد إلقاء نظرة في محيط المكان، تبين لنا أن الموقع يعج بالكثير من الأحجار الأثرية الغريبة الأشكال والنقوش والمترامية في الأرجاء. وبينما نحن نستكشف المكان، تقابلنا هذه الحفرة الكبيرة تحت الطريق مباشرة، وغير بعيد عنها ببضعة أمتار حفرة أخرى بجانبها. من الواضح جليا أن صائدين الكنوز مروا من هنا، وكما هو معروف أن هذه المناطق في السنوات القليلة الماضية شهدت انتشار قصص وروايات كثيرة عن ما يشبه حمى البحث عن الكنوز والدفائن القديمة. توغلنا قليلا في المكان ونحن نمشي بين أشجار البلوط الكثيفة، فجأة نجد أنفسنا نقف أمام حفرة ساحقة العمق، وكأنها أشبه ببئر عميقة. والمفاجأة الكبرى كانت بجانب هذه الحفرة، عشرات الحفر في كل الاتجاهات، والموقع مليء بمئات الأحجار الأثرية القديمة.
وصلنا طريقنا قاطعين الغابة نحو أعالي الجبال، ونحن على الطريق يقابلنا هذا الصقر الجميل وهو يقف منتصبا يراقب المكان من بعيد. أيضا هنا طائر رائع آخر لم يسبق لنا أن شاهدناه في الفيديوهات السابقة، إنه طائر الزرياب، وهو بحجم الصقر تقريبا، ويمتاز بريش ذيله الطويل وألوانه الزاهية اللامعة في أشعة الشمس. وهنا أيضا بعض العصافير والطيور الرائعة الجمال والتي صادفناها في هذه الغابة، بعضها لم يسبق لنا أن صورناه في الفيديوهات السابقة. أكملنا طريقنا صعودا نحو منطقة دوفانا، ومرة أخرى وعلى قارعة الطريق تستوقفنا عشرات الأحجار الأثرية المترامية بجانب الطريق. بعد جولة استكشافية صغيرة في الموقع، هذا المكان أيضا لم يسلم من أعمال الحفر. من الواضح من كميات الحجارة الكبيرة وأحجامها الضخمة أن حضارة كبيرة مرت من هنا قبل آلاف السنين، ربما تعود للنوميديين أو الرومان أو ربما لأقوام أخرى، لكن الثابت في الأمر أن هذا جزء كبير من تاريخ الجزائر المدفون. Thank you.
وكالعادة استراحتنا هنا كانت فرصة جيدة لننقل لكم صور بعض الكائنات الحية التي التقيناها في طريقنا. وصلنا طريقنا من دفانة إلى منطقة عافية، ونحن على الطريق فجأة يقابلنا هذا السرب من طيور الحجلة البرية التي كانت ترعى في المنطقة. عدنا لإكمال طريقنا من جديد، وإن شاء الله ستشاهدون بقية الرحلة في الفيديو القادم على قناتي، وسوف أضع رابط الجزء الثاني من الرحلة أسفل هذا الفيديو في الوصف فور تحميله إن شاء الله. المزيد من المفاجآت والمناظر الخلابة في الفيديو القادم، والمغامرة ما زالت مستمرة، انتظرونا قريبا. شكرا لكم وإلى اللقاء.